غير كده قلنا يا رب السكة الحديد. السكة الحديد ملف شائك، بس زي ما قلت لحضرتك في البداية، يعني مهما كان أي ملفات موجودة صعبة احنا بنقتحم هذه الملفات. السكة الحديد احنا عندنا السكة بتاعتنا 9600 كيلو متر، تشتغل في 23 محافظة، عندنا 1332 مزلقان شرعي، وعندنا 4500 معبر غير شرعي اللي بتحصل عليهم الحوادث المؤلمة اللي حضرتك بتسمعي عنها. المرفق حصل له تهالك كبير جدا في الفترة اللي فاتت، يعني نالته ايد الإهمال. لما أنا جيت في شهر 6 الوزارة لقيت إن احنا عندنا على جدول التشغيل عجز 187 قطار. القطر ايه هو؟ عبارة عن جرار، يعني محرك ومجموعة عربيات. عندنا في السكة الحديد 12 ورشة رئيسية و22 ورشة فرعية. كانت البداية ان انا زرت هذه الورش عشان اقيم ادائها على الطبيعة، فلقيت يعني طبعا مستوى الاداء اللي هناك منخفض، طبيعة الاداء، مواعيد العمل، الالتزام، الانتظام. يعني انا بصراحة حسيت ان في فرق كبير جدا بين اللي بيحصل في الورش دي وورش تانية انا كنت اسستها وكنت في مكان تاني وبصدر منها منتجات للعالم. المهم فبدأنا عدنا حضرتك الأورجنايزيشن، بدأنا نطور هذه الورش، وفي نفس الوقت حطينا قواعد عمل جديدة. هل قانون العمل الحالي بصراحة بيسمح لك بوضع قواعد عمل؟ واتفقنا عليها والناس طلعت كويسة جدا وأدت ولها نتائج. إيه؟ إن إحنا 187 قطار دول بقوا 6.